العلم وانا والتفكير الان النقدي. تديرها دكتور رنا العلم البجاني، بروفيسور بالجامعه الهامشيه بالاردن، وحاصله على البكالوريوس والماجستير من جامعه الاردن، والدكتوراه من جامعه ايوه. هي بالتاكيد رئيس مسار اساسيات العلوم باسبوع العلوم العربي، ومعها الاستاذ الدكتور منير فاشا والدكتور عبد الله محمد المدير المؤسس لمعهد الفكر النقدي ومن هيئه التعليم فيه، يدير المحاضرات في حقول معرفيه تنطوي على الفكر العربي والاجنبي، والدكتوره سنابل الفار من هيئه تعليم معهد الفكر النقدي تدير محاضرات عن الادب المقارن واللغه ثم علاقتهم بالفكر الانساني، تحوم في تناولها الفكري حول النصوص العربيه النائيه عن العين القارئه. عبر سنوات في تعليم الأدب واللغة نمت تصوراً عن علاقة المعرفة بالنصوص وطريقة التعليم بها قبل منها، وهي تدير الآن مشروع بعنوان سيرة الصورة. أترك لك الكلمة دكتور رنا، مدة الجلسة 50 دقيقة، وبإمكاننا ترك آخر 5 دقائق للأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا نشكر طاقم الأسبوع العلوم العربي في تنظيم هذا الأسبوع الرائع من الجلسات والحوار والمقابلات مع العلماء والشباب العربي عبر الوطن العربي وعبر العالم، لأنه إحنا العرب موجودين في كل مكان، وإن شاء الله هذا مش بس بيفيد المجتمع العربي، بيفيد الإنسانية بشكل عام بإذن الله. معانا يعني بانل رائع، وأنا من باب الاحترام بدي أطلب من كل واحد من أعضاء الجلسة يعرف عن نفسه وشو علاقة عمله بموضوع الجلسة، ومن ثم سأطرح الأسئلة على المشاركين، وبعدين نستقبل أسئلة الجمهور وننهي بنصيحة من كل عضو. وموضوع العلم والتفكير النقدي يعني جدا جدا مهم. نحن دائما بنحكي الأساسيات والعلوم وكيف نطبقها بحياتنا اليومية، بس قبل ذلك كله نحن بنفكر كيف ندرس العلوم، كيف بندرس العلوم، كيف أصلا بنفكر. فرح أبدأ بدكتور منير فاشا، أهلا وسهلا فيك، نحن فخورين بوجودك، خاصة أنت بتمثل فلسطين، وفلسطين الآن يعني في 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 مرحلة صعبة جدا. نحن نحترم العلماء اللي بفلسطين ونقدرهم، وما راح يكون في تقدم بالعلوم بالوطن العربي ما لم يكون في دعم لعلماء فلسطين وجميع الشعب الفلسطيني. فنبدأ في دكتور منير، تعرف قليلا عن نفسك ضمن إطار العلم والتفكير النقدي، وتعطينا شو رأيك، شو كيف نحن مندرس العلوم، شو علاقتها بالتفكير النقدي. أهلا وسهلا. ميوت مو سامعينك. هلأ سامعيني؟ نعم تفضل. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا دكتورة رنا، وأنا سعيد أنه أكون جزء من هالحوار. بالنسبة إلي ولدت في 41 في القدس، يعني قبل الدولة بسبع سنوات، وعشت جميع مراحل الدولة الحياة، يعني مع العلم ومع الحياة بشكل عام، وكل شيء يعني ما فيش شيء ما عشتوش اللي بجوز غيري عاشه على فترات أو أطول. أنا كانت مقطعة، يعني أول لاجئين أنا كنت بينهم في 48، ولجأت أول شيء من القدس. إحنا أنا مولود في القدس، ومن القدس لجأنا إلى رام الله، ومنذ 48 وأنا بشكل رئيسي في رام الله. اللي دائما أنا بقوله، حياتي بقدر اختصرها بكلمتين: احتلال وعودة. بدأ الاحتلال في صف البستان، يعني من ناحية التربوية، لأنه كنت في بستان حول البيت، حول بيتنا، ومبسوط فيه، كان فيه جاج وكان فيه رانب وكان فيه كل هذه الأشياء وشجر ونباتات وكل ما يحلو للإنسان. أخذوني من هذا البستان إلى صف بستان، إلى صف مدرسي بستان. جربت أهرب وهربت أكثر من مرة، بعدين أبوي مرة أجا حملني وحطني في الهادب وقال لي خلاص بتضلك هون. فأول احتلال كان هو شيء مزيف، بستان مزيف، مكان بستان حقيقي.
وهذه الرحلة اللي هي كانت فيها دائماً احتلال، احتلال شيء مزيف لشيء حقيقي، استمر لحد الدكتوراه. هلأ طبعاً القصة طويلة، لكن عشان هيك أنا بختصر حياتي، احتلال وعودة. هلأ العودة اللي حابب أني أحكي عنها في المقدمة هاي، يعني تقديم نفسي، وصلت للدكتوراه وصاروا ينادوني دكتور. قلت لهم يا جماعة، لما أحكي مع الشباب خاصة في فلسطين وغيرها، أنا ما بعرف ما معنى دكتور، بعرف إيحاءاتها، لها إيحاءات لكن ليس لها معاني. بالنسبة إلي العودة إلى الجذور، غيرت من دكتور، قلت لهم يا بتنادوني منير يا بتنادوني معلم. فصاروا هلأ يعني اللي أكثر مستعملة عند الشباب والناس معلم منير. قلت لهم أنا بالنسبة إلي معلم بعرف شو معناها، إنسان مر في حياته في خبرات عديدة وكون معنى لها ويحب أن يشاركها مع من يرغب. فكلمة معلم بعرف شو معناها وبفتخر فيها. دكتور كانت زي لصقة خارجية مش داخلية، وزمالت إلها إيحاءات، وكثير مرات هذه الإيحاءات فيها عنصرية وفيها فوقية وفيها كل الجاهية والأخرية. فعلاقتي يعني بالعلم والهدم زمالت في صف البستان، بدأت من العلم كفعل إلى العلم كقفص في كل ما هو مصنع. ونكمل أكثر في الحديث. أهلا وسهلا، شكرا لك. ترى وأنا من القدس كمان، أنا والدي من مواليد القدس، وللأسف توفى ما قدر يرجع. إن شاء الله بترجع في يوم ما بجهود الشباب العربي وجهودكم وجهود الجميع بإذن الله. إن شاء الله. وأنا بدي أتأنى بنظريتك، أنا معلمة كمان أيضا نقطة. وكفانا شرفا إن شاء الله. ونحن مش بس معلمين ومنتعلم طول الوقت، فهي عملية متبادلة. هذا معنى معلم. نعم. المعلم هو الذي يتعلم باستمرار. نعم. بينما الدكتور أنهى تعليمه. صحيح، 100%. أهلا وسهلا دكتور منير، أنت دائما يعني بتسرينا. دكتورة سنابل، يعني منحب نتعرف عليك أكثر، سمعنا نبذة أكثر، وشو أنت رأيك وعلاقتك مع التعليم والتفكير النقدي؟ تفضلي. مساء الخير. بالأول الصوت واضح؟ نعم. يعني أنا دائما عندي أزمة بداية التعريف عن الذات، فأنا بفضل كمان أحكي إنه اسمي سنابل، لأنه ممكن نكون في منصة الآن تتيح لنا المجال في الحديث عن نقد هذا التعليم. فأنا أقدم نفسي أو أفضل أن أقدم نفسي كما أفضل وليس كما علمت أن أتحدث عن نفسي. فأنا بمنأى أيضا عن لقب دكتوراه، لأنه أنا أقدم نفسي على أني أنا تعلمت من المكتبة، وإذا تعلمت من المكتبة فالكتاب لم يمنحني أي درجة علمية في النهاية، وإنما منحني هاي المعرفة التي لا أدعيها بنفس الوقت. الآن أنا أمارس عملي في معهد الفكر النقدي، والذي لا أظن أنه عمل، هذا أيضا من شكل الكسر لهاي المنظومة النمطية. عندما يتعلم الإنسان يجب أن يحصل على وظيفة، والوظيفة يجب أن تؤمن له المال. في المعهد أنا أقدم البرنامج العربي، والذي يقوم أيضا على التفكيك وتحليل هذه المنظومة الجاهزة بإعادة الاشتغال على جذور النصوص العربية وإعادة بناء الذات العربية من هذه النصوص، وليس ما قد يكون مستورد وما ليس ما قد تحمل به هذه النصوص عن طريق المدرسة وعن طريق الجامعة وعن طريق الإعلام في كثير من المراحل. أظن أنه عملي جذري، معني بالحفر في الداخل في المعرفة، وربما هذا كل شيء حتى الآن. أهلا وسهلا فيكي، وأنت أثرتي نقاط أيضا مهمة جدا، اللي هي لأنه المعرفة اللي اكتشفتيها من الكتب، ويمكن نضيف عليها كمان الخبرة اللي اكتسبها من الحياة، اللي هي مرات بتكون أهم من أي جلسة بصف أو بمعهد، اللي هي الخبرة الحياتية اللي نحن كمان، فهي خلينا نقول ازدواج بين المعرفة اللي بناخدها من الكتب والمعرفة اللي بناخدها من الخبرة. فبالعكس جزاك الله خيرا، ونحن أظن كلياتنا محظوظين إن نحن ما بنشتغل، نحن بنستمتع كل يوم
لأنه اخترنا نلحق شغفنا وندرس أو نتعلم وبعدين نمارس إشي اللي منحبه، وبالتالي مش بس نحن بنكون سعداء بس من كمان نتقن عملنا ونرفع مستوى هذا المجال. فجزاك الله خيرا سنابل. تفضل دكتور عبد الله، تعرفنا عن نفسك وتعطينا وجهة نظرك في هذا الموضوع. السلام عليكم، اسمي عبد الله. أنا برضو بشارك منير وسنابل يعني عدم حبي لمصطلح دكتور لكل الأسباب اللي ذكروها. أنا ببحث وبكتب وبقرأ وبعلم في مجال التاريخ والفلسفة والأدب، وهدول الثلاث مجالات اللي سمحوا لي إني أتعمق بعلاقتي مع نفسي وعلاقتي مع عائلتي من خلال تجارب مختلفة رحت للغرب عشان أكمل دراستي بين قوسين، لأنه الغرب خلينا نقول بتعطي لحالها الانطباع أنه هي المكان اللي الواحد لازم يتوجه لها إذا بده يتعلم سواء في العلوم أو بالإنسانيات. وبعد تجربة طويلة في الغرب اكتشفت أنه فعلا في فراغ هناك، فراغ من ناحية المؤسسات نفسها، فراغ من ناحية طريقة التدريس، فراغ من ناحية تكوين فكر جديد، وطبعاً فراغ أساسي إنه المادة نفسها مربوطة في تاريخ الغرب حتى لو حاولت تربط بين الفكر الغربي والشرقي. فبعد هاي التجربة أنا رجعت لعمان وبدأت أفكر طب شو نوع المؤسسة اللي ممكن نسويها نبنيها مع بعض اللي مربوطة بشكل التعليم، شكل المحتوى وشكل الأفراد نفسهم بالوطن العربي، بتاريخ الفكر العربي الإسلامي. ومن خلال هاي التجارب شوي شوي بنينا معهد الفكر النقدي، ومن خلاله بنضلنا نوسع هاي الطرق للتعليم للتفكر وكمان للصداقة. فإحنا بطلنا خلينا نقول نفرق بين فكرة إنه أنا جاي أتعلم، إنه أنا جاي أحب، إني أنا جاي أكتشف، إني أنا جاي أعيش. ولقينا بالمعهد، ويمكن أنا وسنابل نشرح أكثر عن هذا الموضوع لاحقاً، إنه فعلاً العلاقات اللي تكونت هي علاقات صداقة خارج أي فكرة نمطية عن المعهد أو المؤسسة. فهي يعني شوي عن طريقة فكري وسبب وجودي هون. أهلاً وسهلاً. كمان أنت أثرت هلأ موضوع في سؤال ثالث بدي أزيده بعدين، علاقة اللغة العربية والمفردات فيما بعد، وأنا بعرف أنه كل واحد فيكم عنده إشي جميل ورائع يشاركنا فيه. أرجع على دكتور منير، يعني واحدة من الأشياء اللي طلعت من هذا المقدمة إنه نحن دائماً أنا باحثة عالمة، بالتالي المرجعيتي شوي بتختلف، ونحن اليوم بالأسبوع العلوم العربي عم نحكي عن الأساسيات العلوم، وعم نقول إنه كيف العودة إلى العلوم والتفكير العلمي والبحث العلمي. بس أنا بدي أوقف هون وأقول قبل تفكير علمي وبحث علمي بدي أتعلم كيف أنا أفكر أصلاً، كيف أنا بدي أعلم الجيل الجديد من الصغار للكبار إنه يفكروا بطريقة نقدية منطقية بحيث إنه هم يكونوا يقدروا يطوروا المجتمع. ليش؟ لأنه بتخيل مهما تقدمنا بالعلوم الأساسية مش رح نقدر نواكب شو عم بيصير بالغرب، وهذا واقع يعني. إنما الفكر نفسه هذا بإيدنا نقدر نتقدم فيه، لأنه عنا حضارة نقدر نوقف عليها ونطلع للأمام فيها ونرجع نربط هويتنا فيها ويصير عنا فخر. فدكتور منير بحب أسمع أنت تشاركنا بهذا الموضوع، تطوير الفكر العربي أو الفكر اللي هو مش رح يفيد بس العرب، ترى إذا نحنا رجعنا طورنا فكرنا بالطريقة الصحيحة ونرجع نكتشفها رح نفيد الإنسانية ككل زي ما قال دكتور عبد الله في أزمة. تفضل دكتور منير. بدي أبدأ في برضو هي عودة للأصول في قول للرومي جلال الدين الرومي اللي بقول بالأمس كنت ذكيا فأردت أن أغير العالم، اليوم أنا حكيم ولذلك سأغير نفسي. أنا بقدر أقول إنه بدأت حياتي قبل حرب 67، كنت أحاول أغير المجتمع وأغير العالم وأحكي عن هذا الكلام وكل الأشياء اللي كانت خاصة في عقد الستينات. 67 وقفتني قالت لي وين رايح؟ أنت ما بتعرف الأشياء اللي هامة جدا في حياتك، صارت الحرب وانتهت الحرب
وأنا مش فاهم ليش صارت ولا ليش انتهت ولا ليش ما كنتش فاهم اللي عم بيصير. إذن شو هالمعرفة؟ كنت أتعلم رياضيات وفيزياء في كلية برزيت هذاك الوقت، وطبعاً بيحكوا عن الرياضيات والفيزياء إنه هي الطريق للتقدم الطريق، وطلعت إني أنا مش فاهم شيء بالحياة، مش فاهم شيء. إذن بدأت رحلة نحو بغداد فكرياً وتاريخياً، يعني بديت أهتم في بيت الحكمة في بغداد. ليش ولا حد ما بيحكي عن الحكمة؟ طب الحضارة، أنا في رأيي الحضارة العربية الإسلامية أكثر حضارة جمعت بين حضارات، هي جمعت ما بين حضارة الهند والسند وإيران واليونان، وطبعاً المنطقة اللي هلا نسميها العربية، يعني العراق، سوريا، اليمن، مصر، شمال أفريقيا، الأندلس. يعني ما في حضارة، يعني حلاوة الحضارة العربية ما أجت من فوق، مش انسوا حضاراتكم وأنا الوحيدة، هي التي الوحيدة اللي في رأيي تاريخياً جمعت بين حضارات عديدة. وعشان هيك الحكمة التي نتجت بين القرن الثامن والقرن الخامس عشر من حكمة، في رأيي هذه هي الأصول التي يجب أن نعود لها. فيها طبعاً مفاهيم للعلم تختلف عن العلم الحديث. العلم الحديث أنتج بشكل هائل أشياء تكنيكال وتكنولوجيكال، بس ما خلق رؤية للعالم تحترم الطبيعة وتحترم التعدد. أنا في رأيي واحد من الأشخاص اللي نبهتني إله لما الخطيب ابن سينا، اللي كان محور علمه وفكره الطبيعة الشافية. الطبيعة الشافية ليس فقط الطبيعة الفيزيائية، وإنما الطبيعة الشافية أيضاً البشرية. يعني كيف الأم بتحب أطفالها وبعيشوا في جو في كل الحنان والعافية والحكمة. في رأيي هذا علم الغرب كتب كتب عديدة بما فيها حوالي 100 كتاب عن كيف تعلم ابنك أو طفلك التبول. طب ما هي هذه قدرة بيولوجية يا عالم، كتاب ورا كتاب ورا كتاب. لأنه لما جانا أول ولد مرضي صارت تفتش في الكتب كيف تلاش شو بدك في الشغلة، يعني كل الأطفال ببولوا في العالم منيح إلا اللي بيصير يدرسوهم كيف يبولوا ببطلوا يعرفوا. ففي رأيي ال يعني لما مثلا عبد الله بيحكي عن التفكير النقدي، بقول من 67 لحد الآن كل نقدي كان لذاتي، كل شيء أخذته قبل 67 وضل معي لحد بقدر أقول 71. يعني أنا بقدر أقول الانقلاب الذي حصل في حياتي اللي بسميه يعني زي زلزال، أو كان في السبعينيات، والزلزال الأكبر اللي بسميه بركان زلزالي كان انتباهي للرياضيات التي كانت تمارسها أمي الأمية. وكل حياتي بعد 76 كانت حول هذا الكلام، نقضت فيها ذاتي، نقضت الرياضيات اللي درستها ودرستها، ونقضت كل المفاهيم التي تبدأ بأبجدية وتنتهي بأبجدية. الفعل بصير اسمه تطبيق، لا، الفعل هو البداية، والحكمة هي أن نبدأ بالطبيعة ونحترم الطبيعة ولا نخل بها. يعني إذا بدي أقول شو الفرق بين الحكمة وبين العلم، يعني بستعمل دائما سيفون المياه، سيفون المياه الفلاش تويلت. الفلاش تويلت يعني اختراع علمي مذهل، لكن ما فيه جنس الحكمة، خاصة في بلاد زي بلاد الشام وفي الأردن بالذات فيش عندنا ماي كفاية. يعني كمان شوي كلنا راح يكون عندنا مراحيض ما شاء الله موديل جديد وممتاز، وبلزمش حتى تكبسي على سر، بس فيش ماي. يعني راح نوصل لهذه النقطة. إذا العلم بيهتمش في هذه القضية بضل يهتم فقط في التقدم التكنولوجي، في التقدم النظري البايز كثير مرات منه يعني.
وبهتمش بالأشياء المعيشية، بهتمش بالطبيعة الشافية، بهتمش في البشر. بخص يعني أنا عشت زمانت كل حياتي بعلاقة مع القضية الفلسطينية. أكثر محلات أعطتني أمل هي المخيمات لما اشتغلت فيها. اشتغلت في مخيم شعفات سنتين، قلت لهم للأمهات هناك أنتوا عجوبة الحياة، لأنه إذا قدرت تعملوا وضل عندكم محبة وضل عندكم حيوية، هذه عجوبة، هذه عجوبة البشرية. فأنتوا ومش السياسيين والأكاديميين العمود الفقري للحياة، الأم هي العمود الفقري للحياة. وبتضل ننسى أن معرفتها متعددة رائعة، فيها كل الحكمة وفيها كل العافية. شكرا شكرا دكتور منير، يعني أنت أثرت نقطة مهمة جدا، يعني التزئيف على الكيو ان اي والتشات شيء رائع، لأنك أنت رجعتنا على الأصل اللي هي الإنسان والحكمة والمجتمع بشكل عام والهوية والأساسيات والمنحن، لأنه إذا نحن ما بنعرف من نحن ما رح نقدر نتقدم لأشي. دكتورة سنابل، شو بتحبي تشاركينا؟ تكملي فكر دكتور منير ويعني وتعطينا من وجهات نظرك الثاقبة بهذا الموضوع. أنا ممكن أحيل على نقطة الزمن اللي تحدث عنها معلم منير، فبالإشارة لفكرة أنه من 67 للآن هو يعمل على نقد الذات، بتخيل هاي النقطة الأساسية التي تعمل عليها اللغة في مفهوم التفكير مقابل مفهوم التعليم أو التعلم والعلم. إذا عدنا إلى أصول اللغة، وهذا المقصود بالنسبة إلي أنا في الاشتغال الجذري أو الأصولي في اللغة، فكرة التفكير أو لغة التفكير مرتبطة دائما بإعمال الذهن، فأنا بدي وقت، بدي أفكر، بدي أتأمل. ومقابل هذا يحدث فعل التعلم أو التعليم اللي يبدو أنه هو التقاط أو الحصول على المعرفة بشكل آني وسريع. فما يحدث خلال 12 سنة في المدرسة هو ما يسمى تحت غطاء الوزارات أو المؤسسات المسؤولة عنه هو ما يسمى بالتعليم، ولا يطال حالة التفكير أبداً اللي غالباً هي حالة تحتية بتشتغل بالنبش، بالحفر تحت النصوص، بالحفر تحت المعرفة اللي عم تلقاها. ولما عم نحكي عن التفكير النقدي، حتى في كلمة النقد في اللغة، مقابل إنه الكلمة تشير لأنه عم نفصل بين الجيد والسيء وعم نطلع الإشي المنيح من المش منيح، كمان كلمة النقد مرتبطة أيضاً بالبعد الزمني، بأنه هي كيف الطير أو العصفور لما بيحاول ينقب الحبوب اللي بده يأكلها، بس بينقبها ببطء شديد. هاي العملية اسمها نقد باللغة. فحتى كلمة نقد هي قائمة أيضاً على طولة البال، على الصبر، على أني أشتغل بالنصوص شوي شوي. حرق الزمن اللي بيصير داخل عملية التعليم هو بالضبط ما يحدث الآن في المنظومة اللي إحنا ماشيين داخلها. حالة الصبر غير موجودة، وبناء على ذلك إحنا ننتج متعلمين بين قوسين سريعي النفاذ، ما في أي تمعن في حالة المعرفة، وحتى كلمة المعرفة نفسها مستعملة في سياق الصبر في اللغة. فإحنا عم نحكي عن كتلة كاملة هي التفكير والمعرفة والنقد، منطوي على حالة إنه لازم نطول بالنا، نتروى في القراءة، نتعامل مع النصوص بطولة بال، بالمقابل كل هذا يحرق بتجربة التعلم. عدا ذلك ممكن نحكي عن فكرة الخيال، بس لاحقا يعني بدي أسمع ممكن عبد الله شو ممكن يقول، ورح نبني على هاي الفكرة مع بعض. دكتورة سنابل، يعني أنت أشرتي أثر اللغة، اللغة يعني جدا جدا مهم، لأنه ما في تفكير بدون لغة، بالتالي الكلام اللي بنحكي جدا جدا مهم. وقبل ما أنتقل على الدكتور عبد الله، بدي أحكي قديش مهم نحن كيف عم لغتنا العربية عم بتروح، عم نفقدها بعمقها وبثرائها، لأنه كتير مرات لغة العلم ولغة العالم صايرة باللغة تانية اللي هي اللغة الإنجليزية. فجزء من خلينا نقول إعادة الهوية وإعادة التفكير الصحيح إنه أعيد أستعمل المصطلحات الصحيحة اللي بتعكس مين أنا. فجدا مهم الأمر اللي أثرتي، وحتى كيف نستخدمه في مراحل التعليم والتعلم، في مش بس في المدرسة، في البيت، في العمل،
وكل مراحل الحياة. دكتور عبد الله تفضل. شكرا. انا حابب بس ابدا ب خلينا نقول تاكيد على العلاقه اللي ذكر بين حكي منير وسنابل بين اللغه والطبيعه. يعني احنا فعلا نسينا الطبيعه ودورها في تكوين الفكر وحتى في تكوين الحكمه، ما دام صرنا مربوطين اكثر واكثر بفكره التقدم الاليه او التقدم الحداثي. فالطبيعه هي نوع من المصطلحات اللي ممكن نستخدمها عشان نتذكر الإشي اللي نسيناه أو الإشي اللي تجزأ من خلال عملية الاختراعات الحديثة. وإلنا إحنا كعرب مدخل جميل للطبيعة اللي هو اللغة، فإحنا بإمكاننا كل يوم نستخدم مصطلحات ونكون ناسين إنه أصلها في الطبيعة. فسنابل ذكرت شيء جميل جداً عن أصل كلمة أو جذر نقد من صورة طبيعية جداً، وهذا الإشي موجود في كل اللغة العربية. فإذا تعمقنا فيها وسمحنا لنفسنا إنه نشتغل عليها في بطء، ممكن فعلاً نكتشف إنه خلال ممارستنا للغة بنقدر نسترجع الطبيعة أو نسترجع أبعاد الطبيعة في اللغة نفسها. أنا بالنسبة لي التعليم الحالي اللي مربوط بمؤسسة المدرسة في الدولة الحديثة عبارة عن مصنع. المصنع هذا إحنا بندخله أول من ولد، والمعلمين اللي بيدرسونا هم كمان ماخدين شهادات معينة، متعودين يتعاملوا معنا في طريقة معينة، وعم بيدرسونا إشي مبرمج. فكل العملية هاي بتشبه عملية المصنع، وفي مؤرخين كتبوا عن علاقة المصنع اللي إحنا عارفينه اللي بنتج يعني الكلينكس والأغراض اليومية والمدرسة نفسها. فإحنا كيف ممكن نتطلع على التعليم خارج هاي المؤسسة، خارج هذا المصنع، عشان فعلاً نسمح لنفسنا التأمل، التفكر، البطء، إنه نبني علاقة بيننا وبين حالنا مربوطة باللغة أو بحقيقة تاريخ اللغة أو بالوجود النفسي في كل لحظة. هاي الأشياء إحنا ناسينها، ولأنه المؤسسة فرض علينا نوع واحد من التعليم. فيعني أنا بهتم جداً، وبركي هذا النقاش ممكن نكمله بالسؤال الجاي، بكيف ممكن نبني مدارس أو مؤسسات أو حتى طريقة الترابط بين الأشخاص تعزز البطء، تعزز التفكر، التأمل، النقد الذاتي مثل ما ذكر منير، بدال ما تكون مربوطة بالمصنع اللي هو المدرسة. هلأ هذا الإشي إحنا يمكن نكون فاهمينه بيننا وبين بعض، بس كيف ممكن نترجمه عشان يقدر يوصل للمجتمع؟ فهذا سؤال، وبتمنى حتى إذا في مستمعين عندهم آراء يشاركونا فيه عشان نبني إشي بالوطن العربي جميل يفيد المجتمع وبنفس الوقت يأخذ بعين الاعتبار كل هاي الأفكار. سؤال رائع، وراح أحوله على دكتور منير. شو رأيك، شو الأنظمة المبتكرة أو القديمة اللي نرجع نكتشفها في منظومة التعليم اللي بنقدر نطبقها اليوم في الوطن العربي أو نتخيل للمستقبل، خاصة مع كورونا يعني عم تعطينا فرص جديدة لنفكر خارج الصندوق؟ يعني بقدر أقول إنه الفكرة الأساسية اللي في داخل الحكمة وفي كل مجالات الحياة هي التعددية. يعني هو ليس فقط إنه نعطي إحنا مثلاً بدائل والناس يختاروا، لا التعددية يعني شيء المدنية الحديثة لحد كبير قضت عليه بمعنى أنه في مسار أحادي عالمي للتقدم والتعلم اللي هو مسار المدارس والجامعات، وفي مادة جاهزة وفي معلم وبعطي عمره ما بتبدأ. يعني فيش جامعة بعرف عنها، إذا حدا بيعرف عن جامعة مثل هيك يقول لي، ما في جامعة التي تسأل من يطلب العلم فيها عما تبحث عنه في حياتك. البحث اللي صار اختفى في الإنجليزية وصارت الريسيرش ما خدم حله، سيرش اختفت. احنا في العربي لسه الحمد لله ما فيش عندنا كلمة هيك موبوءة ريسيرش. ليه؟ ببحث، أنا ببحث
هلا في حياتي اضطريت اعمل مرات ريسيرش حتى يوضح لي ما ابحث عنه. ما ببدا في الريسيرش، بقدر اقول عمري ما عملت ريسيرش بالمعنى الحديث، يعني اعمل ريسيرش لانه واحد اعطاني مصاري مشان اعمل ريسيرش او عشان للدكتوراه او الى اخره. اي ريسيرش عملته كان بيرتبط وتابع لما ابحث عنه في حياتي. مثلا كمثال بسيط، في السبعينيات كنت اشارك في وضع اسئله التوجيه في فلسطين في الرياضيات. حاولت اقنع ابراهيم ابو سنوبر الله يرحمه انه يا عم حل من هالشغله، انا مش مآمن في التقييم العمودي، لا 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 لازم تضل، وما كانش عندي لسه الجرأه اقول له لا ما بدي خلص اطلع. فكنت ابحث عن شيء اللي فيه احترام وفي حكمه وفي عافيه لقيمه الانسان. هذا في السبعينيات. بعد حوالي 20 سنه صرت افتش في كتب عربيه قديمه ووجدت ضالتي في كتاب الجاحظ البيان والتبيين، عبارة للإمام علي: قيمة كل امرئ ما يحسنه. أنا لما قرأتها عن جد صابني نوع من الدوار الجميل، بقول يعني معقول في لغتنا، نحكي هون كمان على اللغة، في لغتنا وفي حضارتنا في هذه العبارة قيمة كل امرئ ما يحسنه، خاصة أنه كلمة يحسن باللغة العربية فيه إلى لقيت أنا خمس معاني. فكيف عندنا هذه العبارة من 1400 سنة بنحطها على جنب وبنروح لتقييم عمودي اللي هو فيروس أخطر كتير من الكورونا، لأنه يصيب كل إنسان سواء الناجح أو الفاشل. لأنه الناجح بعرفش ليش غير أنه أخذ علامة منيحة، بس ما معنى المعرفة وما معنى الفهم شيء غائب. فأنا بالنسبة إلي العودة للجذور، العودة للأصول في حالة التقييم، إنه قدر الإمكان نبدأ بجزء ما نغيرش التقييم العمودي، لأنه في دائما شرطة حول العالم، شرطة يعني أكاديمية وشرطة فكرية وشرطة تربوية بمعنى. لكن شو بقدر أعمل أنا مثلا وعملتها في كثير من المحلات اللي اشتغلت فيها، الى جانب علامتك قلت له احط علامتك لجهه مش مشكله يعني، بس الى جانب علامتك قل لي انت او قولي لي ماذا تحسني في حياتك وماذا تبحثي عنه في حياتك وما هو ثابت في حياتك. هذول الثلاث اسئله في رايي بعطوا فكره عن من هو الشخص، وليس على فاشل او ناجح، اللي هو منطق الرياضيات ومنطق أرسطو والمنطق الثنائي اللي لازم نحطه على جنب. لازم نعلم الرياضيات مرة تانية من منطلق تعددي، أي شيء وأي فكرة فيه بما فيه قيمة الإنسان يجب أن نخرج من إما من ألف إلى أف إلى فاشل، يعني من A إلى F، أو من صفر إلى مية أو إلى آخره. يعني نخلص من هالوباء، هذا وباء فيروس فيه كل الحقارة. وعندنا زي ما قلت هالخمس كلمات في 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 حضارتنا: قيمة كل امرئ ما يحسنه، اللي بتنسف كل الأوباء. أنا في رأيي بتشفينا بدون تلقى واحدة من كثير من الأوبئة. هلا في فئتين المزبوط اللي اهتموا في هاي واخدوها جد، بنات معلمات ومديرة في مخيم شعفاط، اللي لحد الآن أنا اشتغلت معهم بال 2011-2012. في 2017 لما رجعت أو 18 لقيت حاطين على باب المدرسة قيمة كل امرئ ما يحسنه. ما شاء الله. قالوا لي الطالبة لما واحد يجي يقول لا أنت فاشلة في الرياضيات تقول له اطلع على ما أحسنه، ما تطلع على علامتي في الرياضيات. المحل الثاني جامعة في كراتشي، رئيسها واصف رزفي، وتعرفت عليه في أكثر من مناسبة، وأخذ هاي وعنده على الجامعة في محطوطة بلاكرد، يعني اللي محطوط عليه قيمة كل امرئ ما يحسنه. هلأ ما يدرش كليا يمشي في هاي لأنه مجلس الأمانة طبعا
أغلبهم متخرج من الغرب، فبده أشياء. شو قيمته كل امرئ؟ بدي علامة، بدي واحد فاشل، بدي واحد أحسن من الثاني، ولازم نحط تراتبية، ولازم نخرب بيت الناس. كلامك يعني على الجرح، لأنه اليوم نحن عم نشوف بعد ما خلينا نقول بعد الثورة الصناعية في الغرب، والآن نحن بالقرن 21 الغرب كله هلأ عم بيصحى بيقول يا جماعة في عنا إشي غلط، المنظومة التعليمية الفكرية فيها ثقوب ما عم نقدر نطبقها، بالتالي هلأ أنه عم بيصحوا على إشي نحن موجود عنا بالضبط. فنحن ما بدنا نستنى لنحن يعني بعد ما هن يكتشفوا إشي نرجع نلحقهم، بالعكس ناخد وقفة ونقول إحنا عنا إشي خلينا نرجع نعيد اكتشافه، وهي كتير مهمة للهوية العربية. إحنا شبابنا العربي اليوم يعني كتير بيحتقر ذاته. أيوة نعم، وفي عنا يعني أزمة مع الهوية، فلا لازم نرجع نتذكر ونعيد، وإن شاء الله نستخدم هذا الأسبوع وهي اللقاءات ويكملوا الناس الحديث معاكم والحوار مع الشباب العربي بالعالم، لنقدر نرجع نكون فخورين بهويتنا. والإشي الحلو في هيك شيء، عفوا مثلا في عبارة الإمام علي، أستطيع أن أبدأ فيها اليوم مع ابني وبنتي، مش عن بدي أستنى، بديش ولاش عمل ولا تدريب ولا ما حيزنون، بقدر أبدأ معه اليوم، أسير أطلع على ابني وبنتي أشوف ما يفعلوه بشغف وأدعمهم حتى يحسنوه. 100% دكتورة سنابل، يعني أنا أتشوق أسمع رأيك في الموضوع، مداخلتك، وكيف أنت ممكن تتخيلي كيف نحن نكون نتقدم للمستقبل لنعزز بأطفالنا التفكير النقدي، الطريقة الجديدة في التعليم والتعلم. أنا بدي أدخل من مدخل ثاني شوي مختلف بس بطريقة السؤال، لأنه ممكن نطرح السؤال لماذا نتعلم من الأساس، يعني أنا ليش بدي أعرف وليش بدي بناء على ذلك السؤال اللي وراه واللي رح يكون نمطي شوي، ليش بدي أروح على المدرسة، خصوصاً إنه معظم مرتادين المدارس هلأ برجعوا بيكونوا كتير ملانين وزهقانين، وإنه أنا ما بدي أروح على المدرسة ما عم بتعلم فيها إشي جديد. ممكن يتناسب أو ينساق مع هذا الجواب سؤال، عفواً مع هذا السؤال جواب كتير صار متداول، إنه أنا بدي أشعر بيوم من الأيام إني نجحت، وهذا يتقاطع بشكل أو بآخر مع كلام منير قبل قليل، ويصبح مفهوم النجاح بهذا السياق بأنه أنا بدي أفوت منظومة المدرسة وبدي أجيب العلامة الكويسة، وبعد ما أجيب العلامة الكويسة بدي أجتاز مرحلة الجامعة وبدي أشتغل. الارتباط العالي المستوى الذي صار مسوق الآن في مجتمعاتنا بأنه التعليم من أجل التوظيف، أو أنه أنا بدي أدرس عشان أشتغل وأشتغل علشان الاستقرار، والاستقرار المادي بيعمل لي استقلالية، هذه المنظومة كلها هي منظومة منقودة أو مردود عليها في المنظومة المقدمة لدينا في التاريخ العربي والإسلامي عن ماهية التعليم أو المعرفة وإلى أين ستذهب، أو ما هو الغاية أو ما هي الغاية وراء هذه العملية. فإذا أنا لا أزال مشحونة في مجتمعي بفكرة أني أنا أذهب إلى المدرسة وأتعلم حتى أستطيع أن أعمل، أنا لن أصل إلى أي قيمة مما تحدث عنه منير قبل قليل، لأن قيمتي مغيبة. وتصبح هناك قيمة أيضاً تسوق الآن في كل الممارسات الاقتصادية، هي قيمة السعادة، واللي أكبر الفلاسفة عندنا من التاريخ العربي هو ابن باجة، اللي أقام علاقة بين التعليم أو بين المعرفة وبين السعادة، وعرف السعداء بأنهم هم من يرون الشيء بنفسه أو من يعرفون الشيء بنفسه. هاي الجملة بتفتح لي بابين، إنه هناك نظر في الشيء بنفسه، بمعنى أني أنا مش ضروري أفتح جوجل عشان أفهم شو هذا الشيء، ومش بالضرورة أسأل فلان عشان أفهم شو هذا الشيء. بالدرجة الأولى أنا يجب أن أرى للشيء، يجب أن أنظر في الشيء، فصوتي الداخلي اللي عم نحكي عنه عند منير عن الحكمة، إنه أنا كيف أرجع إلى أصلي، إلى حاستي، إلى فطرتي في فهم الأشياء، بدون ما أروح للنظريات والأكاديمية كيف عم تعلمني إياه بالمدارس وفي الجامعات. والنقطة الثانية هو النظر للشيء في نفسه، بمعنى أني أنا لا أذهب إلى الاختصارات، لا أذهب إلى النقولات، لا أذهب إلى ما قيل عن ما قيل عن ما قيل، هذه حالة النقل لا ترجعني إلى أصل المعرفة. بتخيل أنه إذا أدركنا أنه في عنا موروث وسرديات هائلة تتحدث عن علاقة السعادة بالمعرفة، ربما نستطيع أن نهدم هاي المسلمة بأن السعادة أصبحت مرتبطة بالمال، اللي بالرجل يعني أرجع فيه لورا، المال مرتبط بالعمل والعمل مرتبط بالتعليم.
أنا أستطيع أن أسأل، أستطيع أن أفكر، أستطيع أن أنقد، وبناء على ذلك هاي الرحلة التي قد لا تكون مشروطة بالإجابة هي بحد ذاتها هي تحقيق أو اقتراب من حالة السعادة. واللي بتخيل ببساطة هي الحالة اللي بيخوضها أي طفل، إنه الطفل الطبيعي بيسأل، وممكن النمط الطبيعي للإجابة من الأهل إنه أنا ما بعرف، ما بنحكي له تخيل، ما بنحكي له شو رأيك، ما بنحكي له طب فكر، ما بنحكي له تعال نشوف سوا، بنقول له ما بعرف. وعدم المعرفة هي إجابة للأسف. في المنظومات اللي عم نعيش فيها بتصير عدم المعرفة هي منفذ وهرب، وأنا بهاي الطريقة بكون ريحت حالي من نص البحث. عفوا، اللي حكيتيه رائع. يعني نحن مش بس الأهل والمعلمين في المدرسة لما يجي يسأل الطفل إشي، مش أولاً قبل ما يقولوا ما بنعرف بنقولوا له أسكت، ليش عم تسأل أصلاً؟ بعدين يعني شوي أحسن بيقول له، ممكن يقول له بعرف أو ما بعرف. فاللي أنت عم تتخيليه إنه نقول له يلا تعال سوا برحلة استكشاف وخيال، يعني هذه خلينا المنظومة الفكرية لازم تكون عند الأهل، عند المعلمين، عند أي ناس حوالين الطفل، عشان يعززوا الفطرة، فطرة الفضول اللي موجودة فينا، اللي الله خلقها فينا وطورنا أصلاً على أساسها لنكون مكتشفين. ولازم تبدأ من الأساس، لأنه للأسف بيجوا شبابنا لما يوصلوا الجامعة بيكونوا كل الطرق اللي بدماغهم اللي بتعزز هذا الفضول راح، وبنرجع نحفر ونكتشفه من أول وجديد. فالأثارتي جدا مهم، وإن شاء الله لكل المستمعين يطبقوه بحياتهم اليومية لأنفسهم وللناس اللي حواليهم. عبد الله، ممكن أنت تعطينا يعني بعض اقتراحات للأنظمة اللي عم تسأل الجمهور منها. يعني واحدة من الأجوبة بس أحكي، واحدة بتقول بس مشان نشارك الجمهور من الآن، هل التعليم الحر وعدم دخول الأطفال المدارس أو عدم اكتفائهم بها تستطيع حل جزء من المشكلة؟ وأنا بدي أضيف يعني اليوم في يعني أزمة حتى بالتعليم بالغرب، بيقولوا لك وحتى بالعالم إنه إذا كل شيء موجود على الإنترنت ليش نروح على المدرسة؟ كيف نقدر نتخيل المدرسة من أول وجديد؟ فمنحب نسمع منك، وبعدين إن شاء الله نشوف إذا في أسئلة تانية من الجمهور، وشو المداخلات خنول في النهاية للتناصح، مشان زي ما قلت دكتور منير ودكتورة سنابل شو بيقدر يرجعوا الناس عبيتهم، شو يعملوا الآن اليوم، شو بيقدروا يعملوا. تفضل دكتور عبد الله. أنا خليني يعني أجاوب بشكل بسيط على السؤال اللي هو التعليم نفسه، أو خلينا نقول لا، العلوم نفسها كانت مبنية زمان على البحث فعلا. لما نحكي عن الأحياء، لما نحكي عن الكيمياء، لما نحكي عن العلوم الطبيعية، كانت هي فعلا مربوطة بالاكتشاف، بالتفكر، بالتأمل. المشكلة إنه هلأ صارت كل العلوم، يعني ما دام إحنا هلأ بأسبوع العلوم العربي، مربوطة ببرامج ثابتة، فبيجي العالم بيشتغل ضمن برنامج ثابت، طريقة الفكر already ثابتة، طريقة الميثودز نفسها، طريقة الاكتشاف موجود. فأنت عم بتبرمج نفسك من خلال تجربة المدرسة وبعدين الجامعة وبعدين اللي بيكملوا دكتوراه، إنك تفكر حتى بالعلوم بشكل مبرمج. فأنت بتطلع بعد ما تتخرج وبتشتغل بالأبحاث العلمية، ولكن أنت فعلاً ما عم بيكون لك فرصة إنك تنكش، ما بيكون عندك فرصة إنك تنقد بالمفهوم الطبيعي للعصفور مثلاً. فإذا العلوم بهاي الطريقة صارت ثابتة، كيف ممكن نحييها من خلال اللغة ومن خلال التاريخ؟ فأتوقع أي عالم، أي شخص مهتم بالعلوم الطبيعية لازم يكون له دور بالفكر أو التاريخ أو الأدب عشان يحيي عملية النكش في العلوم نفسها. وما دام إحنا عنا التاريخ الغني جداً جداً بالمصطلحات، بالأفكار، بالمفاهيم، بالقيم، بالرؤية، بالحكمة، كيف ممكن هاي فعلاً نحييها؟ مش بس عشان نعزز هوية عربية، بس ما دام هاي طلعت زي ما ذكر منير من خلال تجربة بجوز فريدة من نوعها في التاريخ العربي الإسلامي اللي هي جمع بين الثقافات، إحنا ممكن فعلاً الإشي اللي نطلعه، الإشي اللي ننميه يكون مفيد للإنسان بأكمله. فحتى فكرة أصل العروبة كمان لازم نرجع نربطه بالعالم، لأنه زي ما ذكرتي رنا، العالم هلأ بأزمة، فعلاً بأزمة.
كل أنواع الأزمات موجودة عندنا، وزي ما ذكرتي هلأ صارت فكرة التعليم مربوطة بأزمة الكورونا تحديداً، وعم تطلع زي ما اقترحتي أفكار عن استخدام الإنترنت أو الشبكة لغايات تعليمية، ما دام هلأ المدارس عم تتعود هذا الشيء. بس كل هاي الحلول، كل هاي الاقتراحات مربوطة بالفكر الغربي المجرد عن علاقة الإنسان بالمعرفة. وإحنا إذا بنرجع لورا بنقدر نقترح أشياء تفيدنا إحنا، فإحنا هيك ما عم نتبع إشي غربي فارغ، وبنفس الوقت هي فعلاً ممكن تفيد الغرب، ممكن تكون يعني طرح لحلول من خلال تجارب حقيقية وخلال تاريخنا للعالم بشكل كامل. فأنا هون بس حابب أحكي للعلماء العرب إنه أنتوا علماء عرب بإمكانكم تعلموا الغرب عن أشياء هم ما عندهم إياها، وعن أشياء هم فعلاً عم ببحثوا عنها. فهاي يعني الفكرة اللي حبيت أشاركها. هاي يعني أنت حكيته في صميم، وهذا بيعطينا أصلاً إشي مادي نقدر، مادي قصدي يعني عملي نقدر نعمله هلأ لما نروح، إنه نفكر بطريقة مختلفة. وأثرت موضوع إنه نحن دائماً نتعلم العلوم ونحفظها عن غيب بالمدرسة، وبننسى نعلم فلسفة، علوم الإنسانية، علم الاجتماع، وما بنعطيهم قيمة أصلاً هدول. وحتى من فرقهم يعني، واحدة من الأسئلة اللي إجت إنه كيف غلط إنه نحن نميز المجالات العلمية ولا مجالات الإنسانية. ما في، لما تفرقهم عن بعض تفقد كل اللي بداخلهم، إنما هي كل العلوم. وهلأ طبعاً الغرب عم بيكتشف إنه لازم ندمج العلوم مع بعض، ما بصير نفرقهم كل واحد لحال. فالحقيقة كل شيء اللي عم بيكتشفوه هلأ نحن موجود عندنا، فلذلك منفيد أنفسنا ومنفيد غيرنا ونحن منروح للأمام. يعني الأسئلة بتتراوح، حاولت أدخل الأسئلة والملاحظات اللي من الأسئلة الجمهور في طرحي للأسئلة لكم كأعضاء في هذه الجلسة. وفي ناس حتى عندهم قصص من بغداد القديمة بدهم بيحبوا يشاركوكم فيها، فبنطلب من الجمهور يراسلكم على عبر إيميلاتكم أو يراسلوا المعهد الفكر النقدي ICT عمان.org. ودكتور منير فاشا بتخيل الناس تقدر تلاقيك، لأنه أنت عندك برامج التقارب والتجاور والأشياء كتيرة. فإذا كل واحد فيكم بعد ما يعرف ينهي قصدي عفوا برسالة للناس شو تعمل، تعطونا طريقة يقدروا يتواصلوا معكم، لأنه أظن كلياتنا بحاجة للتواصل والتناصح معاكم لدلونا كيف نروح للمستقبل. لأنه ما في يعني الأدلة، الناس اللي بموقفكم كتير قلال، لذلك أنتوا كتير مهمين لتمسكوا بإيدينا وتقودونا للمستقبل، إن شاء الله مستقبل أفضل من اللي هو عليه. دكتور منير نتركك تعطينا هيك كلمات نصائح حكمة ناخدها معانا على البيت اليوم. يعني في بس سؤالتين اللي بشعر انه مهمات جدا. واحدة اللي بديتها في 71 في المدارس والجامعات في فلسطين، ولحد الآن بقيت بنفس القوة وبزيد بتزيد قناعتي فيها، ان كل انسان هو مصدر معنى ومعرفة وفهم. ما في إنسان ما عندوش معاني، ما عندوش معارف، معرفة، ما عندوش فهم. السؤال هو دائماً نبدأ من خارجه. اشتغلت أنا مع حوالي 20 امرأة في حي النزهة، مركز الأميرة بسمة في حي النزهة، سنة وثمان أشهر. ما أعطيتهم أي شيء جاهز، ولا أعطيتهم أي شيء شو يعملوا شو ما يعملوش ولا شيء. ضليت أول شهرين ركز إنه في داخل كل واحد فيكم، خاصة حي النزهة، في كنز، في لؤلؤة، لأنه أنتم مريتوا بتجارب كتير كانت قاسية، وأنتم خرجتوا منها ولسه روحكم جميلة. فبدنا خصصكم وبدنا معانيكم. كتبت عنها كتير، لكن سنة وثمان أشهر ما أعطيتهم شيء غير في البداية قصة كنت سمعها من قبل 60 سنة من معلم أحياء، اللي بقول اللؤلؤة اللي في بتعيش في مي راكدة بيطلعش فيها لؤلؤ. اللؤلؤة اللي بتخبط في هاي الصخرة وهاي الصخرة وبتتبهدل بيطلع فيها لؤلؤ، وكل ما تبهدلت أكتر اللؤلؤة بتكون أكبر. فقلت لهم أكيد أنتوا في واحد بعد حوالي شهرين هذا وبدوا يحكوا عن قصصهم، هاتي سكتيهم.
لأنه مليئات بكنوز. الشيء الثاني اللي بقول إنه مهم كتير هو أن يرفض كل شخص أن يكون ببغاء. خليل السكاكيني لما كان عمره 18 سنة، شاب مقدسي قبل 125 سنة، كتب كتيب صغير في عمره 18 سنة، الاحتذاء بحذاء الغير. لخص التعليم اللي جاي من الغرب، احتذاء بحذاء الغير. ف يعني هلا انا بشوفها، لانه انا كنت ببغاء يعني قبل 67 وقبل ما بديت اتحرر، شو اللي درسته بعيده، بس بجوز اضبط كيف يعني العطاء، يعني كيف تكون طريقتي احسن وكذا، بس كنت ببغاء. لما بديت اتحرر من الببغاويه، مش معقول قديش بديت اتحرر في داخلي، في علاقاتي، في حياتي، في كل الاشياء الثانيه. فانا يعني بقول انه خاصه بالاعمار الصغيره شباب، عمرك ما تكون ببغاء لاحد. وكلمه ما فيش ما تكونش ببغاء معناها انت بدك تتامل في خبراتك وتكون معنى. استهلاك المعنى هو أسوأ انواع الاستهلاك. فكل انسان لما يعرف حاله انه هو مصدر معنى، خاصه المعنى، وشريك في تكوين المعنى، أنا بسميها ديمقراطية المعنى. أهم ديمقراطية هي ديمقراطية المعنى، مش التصويت. بروح الواحد بصوت، أعطيه 100 دينار بصوت للي بدك إياه، مش مشكلة. أما لما يكون الإنسان شريك حقيقي في تكوين المعنى، إذن هي ديمقراطية على صعيد المعنى والفكر والمعرفة، وهي أعمق أنواع الديمقراطية. شكرا، شكرا جزيلا دكتور منير. دكتورة سنابل. يعني أنا ممكن أوجه خطابي لشقين، للمتعلم وللمعلم، وأنا يمكن معنية بالمعلم هلأ بضوء تجربة حدثت البارحة بشكل طازج. أنه أنا بسأل حالي دائما إلى أي مدى المعلمين عنا جاهزين يفوتوا على الصف، مش جاهزين لولا شيء، وأنهم يفوتوا على الغرفة الصفية وهم مشحونون فقط بما يمكن للطلاب أن يديروا أو يفعلوا داخل الصف. أنا في الأمس بدأت معي الدورة الجديدة في معهد الفكر النقدي، وكانوا المنتمون اللي إحنا بنسميهم المنتمون بالمعهد، وهم الطلاب باللغة التعليمية الدارجة، لأنهم عن جد بيكون هاد دورهم داخل المعهد. كانوا في القاعة عم ينتظروني، وأنا تلكأت، يعني استنيت يمكن ربع ساعة لحديت ما فتت جوا، وأنا عندي هذه الرهبة من إني مين بدي أشوف جوا وشو بدهم يحكوا لي. الصورة النمطية اللي كانت دائماً في بالنا في المدرسة إنه إحنا منخاف الأستاذ وهو فايت علينا، ما منتخيل الأستاذ فايت خايف على الطلاب. فالرسالة اللي أنا ممكن أوجهها للأساتذة، للمعلمين، للأكاديميين اللي في الجامعات، إنه شيء يستحق التجربة فعلاً أن يدخل هذا الأكاديمي إلى الصف وهو لا يحمل مادة، وهو لا يحمل معرفة بين قوسين جاهزة بمعنى المنهاج، ويتوقع ماذا سيعطيها ويمنحها هؤلاء الملتحقون. وحالة من الكشف والمفاجأة والاندهاش قد تصيبه وتعيده إلى نقطة لا يتوقعها أبداً بمساره التعليمي. النقطة الثانية هي لكل شخص متعلم أو معلم، واللي أنا بدي أحكيها من الحلاج. الحلاج كان، عفواً، ابن عربي. ابن عربي كان قد قال: لولا الخيال لكنا في العدم. أنا أظن أن الخيال هو المفتاح النقدي الأول لنكون مرتاحين في حالة التفكير، أنه أنا ما عندي صح وخطأ، ما عندي صواب، ما عندي حلال، ما عندي حرام، ما عندي كل هذه المقيدات اللي ممكن تردني إلى مناطق أنا بدي أرجع فيها للمسلمات. القراءة ثم القراءة، والقراءة بشكل نقدي، بشكل محلل وسائل. وشكرا. ما شاء الله، يعني هي نصائح في الصميم، وإن شاء الله يعني كلياتنا نتمناها وتتغير حياتنا وحياة اللي حوالينا للأفضل والأجيال القادمة. دكتور عبد الله. أنا يعني كل الكلام اللي انحكى ملهم جدا، وفعلا وأنا عم بسمع عم بصرح وعم بتخيل وعم تيجي عبالي أفكار. فيعني نصيحتي حتكون بسيطة جداً وإضافة بسيطة للكلام اللي حكى.
اللي هو بالإضافة إلى استماع الكنز اللي في داخلنا، كيف بإمكاننا أن نسمع الأشخاص اللي حوالينا، الكبار، الصغار، الأبعاد، الأقارب، لأنه فعلاً كل حدا فيه الكنز اللؤلؤة، ومرات إحنا ما نسمح لنفسنا لأننا متعودين على طريقة نمطية للتعامل مع الآخر إنه نكتشف أو نسمع أو فعلاً نقرأ الآخر. ولما نقرأ الآخر ونفهم الآخر وحتى نضيع بالآخر، إحنا عم نكون شيء جديد، عم نكون مش بس معرفة، عم نكون علاقة، وهاي العلاقات هي أساس الحياة. ما دام إحنا إنسان، ما دام إحنا كإنسان مربوطين في مجتمع، فالاكتشاف الكنز الداخلي مربوط بالضرورة باكتشاف الكنز الخارجي اللي هم الناس اللي حوالينا مهما كانوا وين ما كانوا. وأنا على يعني على هذا خلينا نقول الجملة، اكتشاف الكنز الداخلي والخارجي وشو الآليات اللي أكتشفها، وقصة اللؤلؤة إنه كلياتنا مليانين لآلئ رائعة بدنا نرجع نكتشفها في أنفسنا وفي الناس اللي حوالينا، مشان مع بعضنا البعض إن شاء الله نطور مجتمع أفضل، مش بس للمجتمع العربي والمجتمع الإنساني. جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا، والجمهور شكرا لكم، والرجاء تتواصلوا مع أعضاء الحوار عن طريق الإنترنت لتلاقوا أسماءهم أو تتواصلوا معي، أنا إيميلي موجود دائما. وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.